إذا سلوان حرق ورق القرآن فالعلاق والحكومة الموجودة بكل لحظة يحرقون محتوى القرآن في كل يمين أدوا في كل قسم بالوظيفي كل خدمة للناس قسموا بها قسم هم يحرقون بها محتوى القرآن. وقفتنا اليوم ضد صعود الدولار والوقفة ما يعتبروها الأخيرة وإن شاء الله الوقفات اللاحقة راح تكون أشد وأقوى. تشريفكم شكرا جزيلا لحضوركم شكرا جزيلا لأسئلتكم. وجود ما يقرب من ثلث المصارف الخاصة ضمن منع التعامل بالدولار الأمريكي سيكون له ردود فعل سيكون له ردود سلبية على جوانب عديدة ليس فقط على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ولكن سيكون تأثيرها كبيرا جدا في عدة اتجاهات ومن ضمنها إيقاف الاستثمار الخارجي. ومن هنا ندعو الإخوان في الحكومة العراقية للعمل بكافة الوسائل المتاحة لها لرفع الضرر الذي وقع علينا بشكل خاص وعلى القطاع المصرفي العراقي بشكل عام وتوفير الدعم اللازم من أجل حل الموضوع أعلاه بأسرع وقت ممكن.